هي نورمالمون واحد كيدير بزاف لي زونجين ويمرض في الروماتيزم ارتيكولاريكول تماك اللي لازم يروح عند الطبيب يشخص المرض ويدير التحاليل ويعطي له دواء باش ما يلحقش المرض تاع لا فالفيلوباتي روماتيزمال. يعني يقدروا يجي يتنفخوا المفاصل هكذا المفاصل تاع رجلين ولا تاع اليدين ولا تاع لي بواني. وهذا المرض هذه الحاجه يعني ماشي غراف باسكو بالدواء ولا بلا دواء تقدر تبرى ما تبانش بصح لو بروبليم هذيك الانفلاماسيون على تا لي فالفيلو لي فالف كاردياك صمامات تاع القلب هما اللي ينقاسوا بهذا الانفلاماسيون بشويه بشويه هذوك لي فالف سوا يتزيرو سا دون سكون ابل دي ريتريسيسمون ان ريتريسيسمون اورتيك ريتريسيسمون ميترال ولا دي انسوفيزونس اورتيك انسوفيزونس ميترال ليسونسييل كو هذوك لي فالف هذوك الصمامات يولي يمرضوا. احنا في العاده نقولوا ان الروماتيزم الخاص بالمفاصل يقيس المتقدمين في العمر الكبار لكن انت راك تحكي على الروماتيزم. هذا الروماتيزم هذا الروماتيزم يصيب صغار من 5 سنين حتى 15-16 سنة يبدأ من 5 سنين من 5 سنين حتى يقدر قبل شوية ولا من بعد بصح هدايا لو روماتيزم ارتيكولار ايغو اسميو لو ايغو علاش؟ خاطر يجي المرض ما يبطاش ما يقعدش يقعد سمانة 10 أيام 15 يوم يبرى ولا عطينا له دواء يبرى تمتم ولا قعد بلا دواء بشوية بشوية يبرد سي بول سنسميو لو روماتيزم ارتيكولار ايغو ماشي كيما لو روماتيزم تاع لي بيرسونز اجي هذاك سي ان روماتيزم كرونيك هذاك كرونيك لا كوز سي با لا ميم ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف علاش قلنا احنا نقولوا لو روماتيزم ارتيكولار ايغو هذا واش يدير يتوشي برك شويه المفاصل بصح يعض القلب القلب يدير له مرض يقدر يكون كونغراف يلحق حتى العمليه الجراحيه